قبل ما نبلش بالفيديو، في سحب على 3 حسابات سكام بالانستغرام. ودي راح اجرب التحديث الجديد في سيرفر خاص لليوتيوبر. راح دي شباب شوفوا التحديث الجديد، شوفوا الصورة. دخلني دخلني دخلني، ليتس جو. التحديث الجديد ابيكس. او ماي جاد جايز، مثل ما شفتوا هذا الماب الجديد، اوكي اللي ضافوا الارقام الصفر وضافوا حرف الزد، يعني ضافوا رقم صفر وحرف الزد، وسعوا الخريطة المربعات اللي شايفينها قدامكم. بالاضافه في هون صار ميناء، تمام، وفي قوارب، يعني فيك صار تستخدم القوارب لحتى تتنقل بالبحر هون، اوكي. ويمكن يضيفوا طيارات مثل ما سمعت، هليكوبترات، وحطوا شغله ثانيه واضافوا القروش. ما اعرف القروش استفيد من، يعني وغيروا في بناكر جديده ضافوها على الماب. بناكر جديده ما اعرف اماكنها بالضبط وين، بس رح نحاول نشوفها. انا وين المرسبين هلا بالبي 4 استفاد هذا. او ماي جاد، احذر هذا السيرفر ايش بيسوي؟ بيحط روبوتين. يا بضل هيك ورا الحشيش شباب، الروبوت ما بيشوفني. بس اذا مشي شوي لقدام كمان تمام. بدي احفظ لوين عم بيروح. الكتريكال ريبير كيت. او ماي جاد ابو الزوز، من انت يا اخي؟ ليش شكل بنكر عدم؟ انه بنكر ما في كهرباء. البنكر جديد شباب. وات، هذا كله كان انترو؟ لا شباب مو انترو، بس هذول المقاطع كنت مصورهم بسيرفر اليوتيوبر تبع الاجانب قبل بيوم من التحديث ما ينزل، وصورتهم وضلوا عندي وحبيت بس هيك نزلهم. وهلا رح نبلش بسيرفر اليوتيوبر العرب. رح نشتغل على المال القديم شوي ونشوف ايش الشغلات اللي كان بدنا موجوده. تمام، حاليا موجودين بال دي 2. هلا بدنا نشوف. انا حاط ادفانسد بالستامينا، يعني حتى لو كنت بطيء شوي بس بالستامينا، يعني بالمعارك ممكن تفيد. مان مان ممكن لسه ما دخل يريدني. راح احاول اروح على المعامل. هاي المنطقة، هاي شايفين، هاي اكثر منطقة اكرهها باللعبة، هذا الطريق. يعني هذا الطريق جدا كريه، شوفوا بالله عليكم شوفوا. يعني ايش بينزلني كلاد؟ حلو بسكم انه حتى لو المكان ما مناسب يا معلم اللاعب بيرتاح، ما في اي مشكله. طبعا بالبدايه كانت خطتي انه اجمع شتات نفسي بما انه راح كل شيء، وبلشنا بالموسم الثاني، ولاقي لي سياره وشويه لوت وروح التقي مع الشباب بالمنطقه الجديده. ام هنجري. هلا هون لازم يكون الشغل اوكي اوكي. بدنا اكل، ان شاء الله يكون في اكل. واين؟ ايش رح اسوي بالواين؟ اوكي رح نشرب. ليش ليش؟ يعني حظ. اوكي ما في شيء نضيف. انت ايش عم تسوي هون؟ هذا ايش عم تسوي هون العسكري؟ اوكي بدي اي شيء ممكن اسوي فيه باندج. امكان عم بقول روحوا ابنوا بالمدينة الجديدة، لا تبنوا بمكان متفرع. امكان بدينا نبني بالزيت. انا بدي اقضي احارب الزومبي بالسلاح اللي معي. يعني هذا مو لا حدا ولا ايش هذا الفاونديشن؟ اوكي بحط هدول الشغلات كلهم بالكراج وببلش بدور بمدينة على كيفي. اوه في بايك عندي، في كواد بايك، نايس. هلا بشوف الكواد بايك بجيبه لهون بصلحه. يمكن في سيارة ثانية، يعني كلنا بحاول اشوف، ما راح اروح الموارد كلها على السيارة، بس تأكدنا انه في عندنا دراجة. هلا نحن هذا عيفه هون شباب، في بنزين، اوكي بطالع ايش في شغلات بحطها بالنص بدي اياها مشان تصليح السيارة. كل شيء بدي اياه بحطه هون مشان يرجع يرسبن مرة ثانية. اوكي في عندنا بطارية، في عندنا بنزين. هلا تأكدنا انه الكود بايك راح يشتغل، راح يشتغل مع انه عندنا بطارية. بس سي صفر في دروب، سي صفر. او ماي جاد، مو بس بزاوية الماب، سمعانين بزاوية زاوية الماب. هونيك صاير دروب اخواتي. اوكي طلعنا كل شيء لهون. هلا انا فيني اقص لبسي اسوي باندج، بس جيف مي ماي، يعني العادات والتقاليد تبع البونش، يعني انك تقص الداخليات. اقل شيء فيني اسوي شنطة جارليك. يا اخي انا اوه يعني اوكي، يعني لسه عم احكي، يعني انا لسه عم احكي، يعني عجب فيني اسوي شنطه. خد دي، خد شنطه. طبعا ما بجمع له.
لقيت برا بس هات قال لي ليش مش انا البسه عشان اقطعه بالبداية راح نتعذب كتير لانه راح نرجع للتلويت ايه لوت لي ابعت لي حدا يلوت لي ليش انت حلو لانك انت عسل والله فيها بنزين وبس فيها شوية فيول بنزل بعبية من تحت وبعدين باخذها على اقرب كازين ومنشوف ماشي حالة بير وفودكا it's vodka man you drink this okay and you will forget your name نروح على بنكر ما راح ابلش بشي بعدها نروح على بنكر بس نلاقي سيارة كل شيء عشان نسوي صناديق نزتون جوا السيارة فيني اسوي صندوق من هون لانه عندي خشب كتير دي بس سلاح اقل شيء sometimes يعني انا اشوف كل ما احكي شغلة فهمت احس اني مراقب عاوز كمبيوتر يا شيخ هذا اللوت اللي يفتح النفس مو هذاك السيفر اللي زلنا اوكي خلينا نصفه هون عند الكراج تبعنا هلا بطاريته نظاميه بس ايش راح اسوي اجيب هدول الشغلات هنا عبي له بنزيناته اللي بيخلص هذا ميلي ميالك ابو حدو خيالك ليتس جو تتذكروا؟ والله ادينا ايام حلوه هون ايه الله يرحمك يا قريه ابو حدو وزهير اذا لقيت سياره ثانيه باخذها بصراحه احسن من هاي في شغله ثانيه على انا ما تعلمت ابدا شيء من الاقفال ما اوكي كواد ثاني طلع على المسخره بس اشوف في زومبي هذاك المتفجر خلينا ننزل اخلص من المتفجر من هلا وين متفجر في متفجر في متفجر ثاني بيجي الله ما اقدر بلا العيد الو بحاول اجيبه هيد شوت سريع بس لاحظتوا شغلة جات انه المتفجر وقت قتلته ما انفجر بس طلع صوت تيك تيك معقول نحسن هالمرة نفكفك المتفجرين ناخذ منهم اغراض تتأكد من المتفجر اللي قتلته ايوه رح اجرب الوت المتفجر بتكون فكرة حلوة اذا سووه المتفجر كان هون شباب يوم اللي مات بس طلع صوت تيك 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 اوكي هذا ولا ما بجثة اختفت بشوف هاي السيارة فيها شيء بالنسبة للاتش بي تبعها كي والله احسن هاي دمها احسن بكتير يب حتى بنزينها احسن في بنكر قدامي هلا هون على الطريق واحد من البناكر المهمين بتعرفوا ايش هات هات انا برايي اسحب اروح خلص صار معي كمية اكل اصلا منيحة ما في داعي اول هون ابدا باكل التوم مشان يقوم الاكل مزبط لنا وضعنا بالاكل مزبوط ليتس جو بنزين فول If you have full benzene, you are ready to go. بروح للبنكر. لا تشوف شكل المي صاير ما عرف شكل المي قبل كان احلى يعني انه على اساس مسوينا المي ما هيك لونه يعني على اساس شفاف يعني نظيف ما اعرف حسيت المي قبل كان احلى. في شغلات راح اعيفها هون مثل هذا الصندوق ما يلزم الكريك راح اعيفه هدول راح اعيفهم هون هلا حاليا. بتعرفوا ايش؟ بكرفت صندوق بحط الاغراض جواته لبين ما اروح وارجع. اوكي ذكروني اجيب من جوا بس مسمارين اوكي نظامي يلا ليتس جو على بركه الله هدول ما راح يدسمنوا بكل الاحوال اوكي بحاول اسوي حركه جديده هلا اني اسحب الزومبي لعندي وانا فوق ان شاء الله يكونوا لسه آلي واحد فتحت المايك وصرخت قلت بلكي يجي وعم بالفعل طلع هذا الاي كيو الجديد ما عاد وصل الرصاص يعني شباب هذاك المتفجر اذا بيموت God damn اذا هذا المتفجر بيموت معي بس ما انفجر شلون الخطه شباب وات اوكي خليه يتجمعوا تحتي خليه يتجمعوا تحتي تعالوا 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 شوفوا كم فطبول لانه موجود شوفوا شباب خليه يتجمعوا تحتي ويصير الانفجار
تمام تعال 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 فطبول تعال. بس اخاف الانفجار ياثر عليه لتحت فهو يعني بانه هي عم هي بتخري هي. اوكي راح اضل متخبي هون. هلا خلي تجمع تحت. شوفوا الاي كيو، شوفوا الاي كيو شباب يا اخي. وهيك كنت خلصنا من نص الزومبي تحت. هلا ضل كم واحد؟ ما في مشكله، هلا بنتسلم فيهم. بس الله يكون قتل العمالقه. والله كاني ضل عملاقين. ابلع ابلع ابلع. ايزي بيزي ما ضل حدا. هي شكله ما حد مات. اخي تفرج اخي، سوينا تحت مجزره. اوه جاد طلع كون كومتهم فوق بعض. يا رب اللوت لازم يكون افضل. يعني هلا نلاقي اسلحه، نلاقي حركات. زومبي ما في شب. اتوقع هذا الصوت الجليتش من تحت. حس لكم ما في رجل آلي بالمره، ما في رجل آلي بالمره. نايس. ار بي كي بلاير جن، طلقات خمسه اتوقع هذول. يا خسرنا حافظانين الطلق باللعبه. بطاريه، راح استخدم الهنتر للفايت. الرصاص واكثر. الام بي 5 بحال انعجلت يعني. ما في شيء قدام البنكر هون 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 هيك. هذا البنكر حافظه بصل. اوكي. اها. اوكي. كل اليوتيوبر بنفس الداخلين على السيرفر. اليوم الكل داخل. لا حرام تضربني، والله حرام. اقول اوكي. لا يتوقع المكاتب ما راح الاقي فيهم شغلات. اسحب عن المكاتب. تساوي في حدا لازم يكون هون. عملاق شيء. اضرب. ثلاث رصاصات ليموت العملاق بالهنتر. لا ما يلزم. بيف لحم غنم. لسا ما تعمقنا لجوا الشات. خلينا لسا نتعمق لجوا، رح يكون اللوت اكثر بكثير. طبعا بما انه البنكر صاير عتم، ما رح ورجيكم مقاطع التلويد بشكل كامل، رح اقصها واختصرها، ومن بعدها رح نحاول نتوجه عند الشباب اذا ما جبت العيد. سبحان الله، اول ما بلشت اللعبه تذكروا وقت كنتوا تقولوا لي زاد دور بالحمامات فورا بتلاقي الشناطي. هلا سبحان الله ما عاد لتها ابدا. يمي احملها بايدي. ايش رايك انا اعبي الشنطه هيك واحملها بايدي؟ فكره مو؟ والله فكره. باخذ الشنطه بسوي. يا اخي الاي كيو زياده عن اللزوم احيانا، اخاف عليكم. شو حامل هي معلم وعبي فيها اغراض انا. بيطلع لي ماجل ار بي كي. قديش راح تكون حظي يعني اليوم؟ قديش جديد؟ كان بالعاده المفكات يطلعوا هون يعني. طيب في كتار برا. تسعة ميلي. ليش علق السلاح؟ انا ما بعرف، اتوقع الماج هو اللي علق. اخر شيء ركبت الماج انا. ليش اللي معلق؟ انا ما ضربت بالسلاح حتى يعلي الطلق يا جماعه. مسخره يعلي الطلق يعني. وات؟ هذا اسمه مسخره بحد ذاتها. ايش هالمسخره يا شباب؟ ايش الام بي 5 الزباله؟ لسه في شيء معلم، لسه في شيء معلم. هاي لك حبيبي، روح منه ما بدي اقتلك. اوكي منيح اغراضي كمان موجودين هون. كان في كاندي وينه؟ كانه الزومبي كتراني. لا رح اسوي الخيطان الرقيقه عرفتون، واذا جمعتهم مع بعض تذكروا بيعطوني حبل. ليتس جو ليتس جو. لازم تفكر بشغله هلا. اتمنى انه الاغراض ما راح يدسبنوا ايش ما صار يعني. انا كان ماني متاكد 100% مشان هيك يعني سويتها. اوكي بروح على المدينه قدامي.
اللي ما فهم شو صار الصندوق اللي سويته ما بيسع جوا البايك اللي معي، فاضطريت اني اروح ادور على سياره وخبي لوتي وارجع لحتى اخذه. بحاول اعدي على المدينه الكبيره، معي بنزين، كان لازم اجيب البطاريه كمان، بجيب السياره وباخذ وبنزل لعند الشباب لتحت. يعني هذا الكواد بايك رح نقول انه بس يعني رح يقضينا شغلتنا هلا، حتى لو تركتور رح اخذه. بشوف الكراج هذا، هاي كراج، بس خلي الزومبي يجوا. يلا شباب، مين بيتوقع انه يكون في سياره ولا ما في سياره جوا الكراج؟ ييه بربل شوكر. شوف هذا اصلا، هذا اللي لقيناه هلا احسن من الشيء اللي كان بدنا اياه. اوه ايش هذا؟ هذا مو للناس اللي يا عزيز 1000 ليره انجليز، يعني 1000 دولار شباب. يا عزيز 1000 ليره انجليز، ابلع ابلع وريا موت لك. بس تعرف ايش حلاوتها؟ انه طويله. لعيون البونش ابلع، هيت شوت ثاني، لعيون البونش، هيت شوت ثالث ما يموت. الو اوه حركات. تعرفوا وين يمكن كان في سيارة وأنا ما طورت؟ بالقرية تبعيتنا، تتذكروا؟ أوكي نحاول نشوف المدينة الكبيرة، إجباري بدنا سيارة، ما في يترك الصندوق اللي ورا، يعني الصندوق اللي ورا يعني أسطورتي. تخيل يكون بكراج قريتنا فين؟ أوه في هون كراج، ما شفت. ماشي الحال ماشي الحال، لا بس لا بس. ما راح اوقف، راح اضل ساحب، بعبي بنزين من المحطة. بطيئة بطيئة شباب بطيئة. ماشي الحال احسن من بلا يا شيخ. بس ما بجيب العيد ان شاء الله. بعدي على قريتي هلا. ذاك ما ضل يعني عيد ورا عيد. وين الشباب؟ I don't know. ومرة طلعنا ومشينا مشوار بتاركتور لينا. انو عمو بحده في مفجرين معهم. رجاء ما حد يحكي على الموضوع، انا متقصد اصلا اني اضرب اضرب الزلمه كان، فهمتوا كيف؟ يعني انا حبيت انه ادخلكم ارجعكم لجو البونش. هيك هلا بلشت وانا عارف انه هلا انبسطت، يعني دخلتوا بالجو مزبوط. هلا حسيتوا حالكم انه قبل شوي كنتوا عم تقولوا بينكم وبين نفسكم يا اخي ايش هذا احتراف وما احتراف. انا صحيح بجيب العيد بس بنفس الوقت يكون عيد له فايده. تعلمتوا درس انه لازم ما تدعسوا على المتفجر. ابو حميد ذيك المره ما فهمكم الدرس مزبوط، هالمرة انا اعطيتكم الدرس مزبوط. اوكي بعد العيد التعليمي، طبعا انا اعيادي كلها تعليمية، رجعت ولوتي كان موجود وقررنا نرجع على قرية آل بونش. وبالفعل قرية آل بونش ما خجلتنا ولاقينا الشيء يلي بدنا اياه. يعني كراج آل بونش شباب لا يخذلونا، يعني فهمتوا كيف؟ والله حابب اني ضل هون. يعني الكراج طلعوا كل ما اجي اطلب منه شيء يعطيني، اعطاني حماية بزمناته. شوف السيارة اللي عطيني اياها شلون. يا اخي ايش هالكراج الاسطوري. المكان لسه بعيد يب. هلا بعبيه بنزين. او ماي جاد عم بدوس معي على 90 مباشرة، ليش؟ او ماي جاد على 100 عم دوس. ليتس جو. طيب ما انه الطريق طويل تمام،
بدنا غنية على الطريق. لازم اطلع على الزد 3. اللي صار اني شفت سيارة تانية وفكرتها افضل واخذتها. انا حاليا وين شباب؟ بالسي 3. خلاص. اوه ماي جاد، ايش عم يصير اليوم؟ من امتى ليش منزلين بالابديت السيارة تنفجر بالنخ؟ شنو حالي انا اليوم؟ تعرفوا ايش؟ منيح لحاظ انتبهت ايش كتب لي؟ ليف كار ايميديتلي. انا فورا نزلت سحبت الصندوق، بس اخاف من انفجار يكون انفجر الصندوق. لك انا ما ماني منتبه على الماب انه في قدامي نار، ماني منتبه. ايش هالمسخرة انه تنفجر السيارة؟ منيح مو سيارتي، منيح مو سيارتي الأساسية. إذا حدا سألكم مين جاب من العيد بسيارات الماب، لا حدا يقول زاك، أوكي؟ قولوا ما بنعرف. هلا أنا تحمست، أتذكر رحت هيك وكملت ساوي ما؟ بس جستي لوين طارق؟ أنا شفت حالي حلخت. إيش رأيكم بالشي اللي صار تشات؟ وات؟ ألو؟ أوكي ليتس جو، نرجع للجو تبعنا؟ إني لحقت الصندوق، أوكي. يا رب. اوه ايش الجسر الجديد، الجسر الحلو اللي بكره راح يتلغموا كلياتهم. اوه يا الجسور اللي راح تتلغم وابلع. ايش رايكم ابني بيسي هون على الجسر؟ ايه شات ما بدها، بتعرفوا ايش؟ والله مسامير مشان افقع الدواليب حلوه. في 3 جسور المشكله. هل ايش عم حس سيارتي عم يطلع منها نار؟ ديم يا الاجواء، ديم يا الحلاوة، ديم. اموت عليك وعلى بحاول بلكي لالي فيكل ريبير شباب، بس سيارات من هون او اقل شيء كليننج يعني. تعرف هذا الطريق، هذا الطريق الساوي تبع الزدات افضل شيء لحتى تتدرب عليه. فورا لعبك بلفل بالدرايفنج. ما في ولا بيت شباب، اول شغله الخطه تبعيتنا. بصراحة ما تعرفوا ايش يصير يعني. تمام هيك افضل. هلا بعرفت وين مكان، انا بعرف. مار اصيده واخذه للشباب خليه ياكلوه. طعمي لحم حمير، والله اسوي فيهم مقلب اطعمي لحم الحمار. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، طعمي لحم حمار شباب. اتس جو، والله طعمي لحم حمير شباب، دوما يحسوس. ما مات. بس ما يروح الحمار تبعي.
عم اسمع صوته من زمان. هذاك وهذاك وهذاك ولا اخر الدنيا بدي الحاكي هيك. تعال اخر مره شفته نزل لهون شباب. ابلع ابلع يا الدونكي. جاتك خلينا نقطعه. احلى لحم الاحلى شباب. يا الدونكي تعال. ايه والله بعده شيء فخم شباب. طلعوا 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 شيء على كيف كيف كون راح يطلع. على شوفوا المرحوم مات وهو مبتسم. كيف هذا الضلع بدنا اياه يعني بخسر شباب. بس الافخاد ما يمشي الافخاد، لازم ناخذ له اللحمه. هاي كمان عطر لهم اياها شباب. اوكي للحمه بعد ما ياكلوا اللحمه فرجيونا الراس. يب 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 مقطع هنيك. جايز انا جيت زيت 2. عم بسوي رافت ممكن. عم بسوي سفينه. اوكي اروح لعنده. امكالو وين ساكن يا شيخ؟ اوكي بس طريق سيدا لعنده. هلا نطعمي لما امكالو. طيب افضل يضل سامي وينزل هيك. اوكي لحم الحمير مع ليمون جوس. تذوق يا امكالو هذا اللحم. في سكة قطار بس ما في قطار. وقعت انا لازم برأيي يضيفوا هليكوبتر باللعبة او اقل شيء طائره شراعيه. او ماي جاد طلع المناظر. anyway جي جي يعني التحديث حلو بصراحه. يعني في شغلات حلوه في شغلات تصلحت بس ما كان يعني انا برايي كان يعدلوا على الماب القديم يسووا هالشغلات وكان لازم يصغروه مو يكبروه. وشفتك يا جبلي على البيدر قاضي. بس قال لي ممكن ليش تاكل ما عم تاكل؟ قال له والله انا اكل يعني بس يمكن اشرب مي يعني. اوكي بس اوكي لازم يكونوا هون شباب. عند ام التنافس. حمار تاني. والله يلتراح المقلب وخربت الدنيا وخالصين. هو قال انه بالمرفأ ما؟ اي الشباب يا هلا بالشباب. هلو هلا بزاك ويلكم. وين ممكن رايح؟ ما فيك؟ لا لا بدنا نسوي القارب نشتغل عليه. عندك حبال ساعدنا بيها؟ الحبال لا بس فيكم تسوي حبال. جيبوا اي شيء قطعوه لقطعة صغيرة. يلا بدنا نسوي بس عبالنا عندك تساعدنا بسهولة. اوه شت. جبت لكم اكل شباب. جبت لكم اكل. جبت ال... هلا هلا زاك. هلا توني جيت. هلا هلا زاك. هلا هلا برودان. هلا والله هلا والله هلا. كفى كفى كفك زاك. كفى كفك عبي. كفك كفك. شو الاوضاع؟ والله جيت ما شاء الله عليك. متت مرتين على الطريق شايف بالابديت الجديد السيارة تنزل بالمي تنفجر. سيارتك؟ ما ما في ما في ما في شيء. لكم مكانه فقرا المعلومه. كلها عندكم عندكم شيء شرب شباب؟ جبت لكم اكل انا اوكي صدد حيوان اذا بدكم نشوي مشاوي. اتوقع عندي فشي ان شاء الله. والله ما عندي انا شيء. عندي عندي. لا تاكل لا لا تاكل لا تاكل طحين. جبت لك لحم برو. سكر سكر هي سكر. سكر زاك نحن جالسين نصنع القارب الصغير. باقي لنا 6 حبال ونصنعه. 6 حبال. ايزي 6 حبال معلم. لبس هلا ندور على لبس بالمدينه ونصنع. انا راح اسوي كم فاير اشوي لكم الاكل اوكي؟ يا ريت. اوكي تمام تمام. اسيب كل احلى اكل جايز اوكي؟ اوكي انا قطعت هذا. طيب يا حبل ها حلو يب. اروح معكم اشوف القرش اوكي؟ انا الطباخ تبعكم. باقي بس وحده حط. ليتس جو. ايوه صنعت القارب. شيت بس يقول دراي. لا ايش القارب وات ذا هاك. يس زباله.
بادل لازم بادل حصرة، ممنوع بدون بادل ما يصير. وين ستور؟ شباب حدا معه، حدا معه شيء يشغل النار؟ والله انا معي ولاعة، معي ولاعة بالسيارة. ايس اوكي سلام. بتكون كباب؟ ايه طبعا طبعا كباب تكي اي شيء. ايه لكم كباب شباب. اوكي هاي اول سيخ. اوه يا حبيبي انا عطني هالسيخ. انت انت بالذات لك، بالذات لك ممكن هذا السيخ مدعوم لك، هذا السيخ بالذات. او شيت وات شلون وات والله يا جماعه ما ادري شو صار معك. اه عم فيو اغمى عليه اغمى عليه اغمى عليه عم فيو عم فيو اغمى عليه اغمى عليك من دفعه بس لك شربت هاي. سلطان تقطع الضغط الضغط ايبي بتعبت عم شغلك تحت الشمس لانه ممكاله دهن حمير. اتوقع الاكل احترق. اه انتبه اما او والله احترق عفن الاكل والله ما اقدر الغي. يلا بلغي بلغي سلطان الاكل اهم بالنسبه لي. كيبوب يعني الله حقك قبل شويه يعني. امزح امزح سلطان بس انا متاكد ما راح استفيد يعني. صحه وهنا صحه وهنا. جربك بس ويك اب. ايوه ايوه هلا والله يا اخي هلا نيني صح والله احتاج كول كول دهن كول دهن سلطان كول دهن مشان اذا ناقصك اكل بجوز دخل. عرفت ليش سلطان داخ شرب 7 من 7 دفعة واحدة بالقنينة. أنا شربت 7 من 7 هذا أنا شربته. ما شربت ولا شيء على فكرة. أنا اللي شربت 7 من 7 أكل تنتين. هاي كمان دهن شباب. أوكي. تمام تمام خليهم هلا باكلهم. والله أكلي أكلي صفر كان من ساعة. أنا على بالي هذا الكباب طلع دهن. هلا هلا عم أطلع لك الفخدة معلم الفخدة لك سلطان. يلا سر يلا شباب يلا يلا جدد انطلق والله حيو ليتس جو. يلا ليتس جو ثواني اعمل لك بوش ثواني شوي. شد شد يا مدير شد اوف ما يعدي عدي يا ساتر ما يروح. طب روح لورا وهو ذاك يتقدم. اول قرش شباب قرش شباب قرش انتبهوا. وات ذا فك والله مسخره يا اخي صرنا مسخره. يلا سلطان شغل لي عضلاتك والله نوصل بعد اسبوع ان شاء الله. زاك زاك ادفش زاك. انا عم اطبخ اخوي شباب. هاي احلى سيخ كباب يا سلام. عدنا عدنا بدك ممكالو اعطالك الفخدة الثانية. شلون يبين انه هو استوى؟ ايه تمام 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 شيله 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 خلص شيله 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 يلا. انت متعلم تصنيع الاقفال؟ كان بدي قفل والله اذا تعطيني قفل ممكالو. انا ما انا مو متعلم تصنيع الاقفال ما عندي خبر الصفر والسرفايفل انا لانه انا اساس الشباب هن اللي يتعلموا هيك شغلات. تعرف كيف مثلا مقسمين ما اعرف ينفع اكله كل الشيش ولا ايه كله طيب يسوي لي مشاكل. لا لا ما يسوي لك مشاكل. وينك زاك مشي وضعك بهي حاليا ادري ايزي مثلا بس يلا مشي وضعك فيها ما اقدر اكثر منك. ايرون اوكي يلا نفس الحال. هو كم واحد يتحمل اصلا؟ 3 اشخاص يمكن يتحمل؟ تخيل منظرنا قاعدين على هذا 3. والله تخيل. طب انا رح اسمع بادل اذا بدكم انتم شلون رح اسمع لكم؟ لهون رح وقف وانهي حلقتنا. طبعا بالحلقه الجايه رح يجوا بقيه الشباب وكمان اعزمهم على كباب البونش الخاص. فاتمنى تكون عجبتكم الحلقه واستمتعتوا فيها. ومثل ما قلت لكم المسابقه على الانستغرام رح تكون على 3 حسابات سكم بالاضافه كمان اكتبوا لي اذا حابين اخبرهم ولا لا بالمقلب. كمان رح انزل بوست على الانستغرام. فجايز من هون الحلقه الجايه لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. بونشاويين اي لاف يو. ممكالو الزومبي عندك ممكالو انتبه. We gon' make the dango, we gon' make the dango, we gon' make the dango.